احد الادوات المهمه اللي بيمتلكها النادي الاهلي، المنصات الاعلاميه الموقره اللي هي في الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي بيتابع اخبار النادي الاهلي من خلالها. وافتأت في صدر طبعا المنصات الاعلاميه قناه النادي الاهلي المملوكه للنادي الاهلي، واللي احنا بنشرف ان احنا بنديرها وبنستثمرها مع احد الشركات الوطنيه وهي شركه بريزنتيشن لايف، وايضا هي قناه مملوكه لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي. فدايما ده الثوابت التاريخيه بتاعت النادي الاهلي، انه بيحترم الهياكل التنظيميه اللي موجوده في، سواء كان في شراكه استراتيجيه او مملوكه للنادي. فكان في تكليف من الكابتن محمود للسيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركه الاهلي للانتاج الاعلامي بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة شركة استادات الأستاذ مهندس سيف الوزير، وأيضا الزميل الفاضل العميد محمد مرجان، والزملاء الأفاضل الأستاذ الكابتن إسلام الشاطر والأستاذ إيهاب الخطيب أيضا حضروا هذا الاجتماع من قبل شركة استادات، وأيضا ممثلين عن الإدارة التنفيذية المدير التنفيذي، وأيضا الأستاذ جمال جبر مدير إدارة الإعلام باعتباره المنسق ما بين النادي وما بين قناة النادي الأهلي، ثم أيضا المدير التنفيذي لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي الأستاذ محمد يوسف. وفي الحقيقة فالاجتماع اتبدأ وإحنا حطينا فلسفة واحدة وواضحة جدا في البداية، إن إحنا يجب أن نكون على مسافات متساوية من كل السادة المرشحين، هم في النهاية أبناء النادي الأهلي، هم في النهاية أعضاء النادي الأهلي، وبالتالي يجب أن تكون لهم فرص متساوية. ده كان فلسفة الاجتماع اللي احنا بدأناه، وبالتالي حسبنا الفترة الزمنية المتاحة للسادة المرشحين للإطلالة على الجمعية العمومية من خلال قناة النادي الأهلي، فحطينا مجموعة من الضوابط. يجب أن يكون لكل مرشح فرصة متساوية، يجب أن يكون هناك ظهور من خلال قناة النادي الأهلي في وقت محدد لكل عضو، هذا الوقت أيضا متساوي، لا يتم منح المرشح على منصب الرئاسة فرصة أكبر من المرشح على منصب العضوية، ولا يجب أن يكون الوقت متاح أيضا للمرشح على منصب العضوية فوق السن أكبر من المرشح، فحطينا ترتيبات محددة. وكانت هذه التجربة أيضا تم ترجمتها في خلال القناة، أول حلقة ظهرت امبارح وكان الزمن محدد من برضو، حطيناها في مواعيد ثابتة لكل السادة المرشحين حتى نضمن أن نكون توقيت الحلقات مذاعة في توقيت محدد، يستطيع جميع أعضاء الجمعية العمومية أن يترقبوا هذه الحلقة ويتواصلوا مع السادة المرشحين، وأن يكون هناك عرض لأفكارهم ورؤاهم من خلال قناة النادي الأهلي.